قالوا يا ذا القرنين هل نجعل لك خرجا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصف الأول للعمل التطوعي حينما نزل عليه جبريل عليه السلام في غار حراء، رجع إلى خديجة رضي الله عنها وهي زوجته وحبيبته، قال لها زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لها إني خشيت على نفسي، أنا خفت على نفسي. قالت له لا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. جمعية إنقاذ حياة الطفل في العصر الحاضر هي العامل الرئيس في العمل التطوعي. جمعية إنقاذ حياة الطفل رعاية المرضى، تركيب دعامات القلب، إجراء جراحات العمود الفقري والمخ والأعصاب. معنا ومعكم الدكتورة إيمان سلام تحدثنا عن جمعية إنقاذ حياة الطفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني هو مروان بيتكلم على جمعية إنقاذ حياة الطفل ودور وده عنوان حلقة النهاردة، دور الشباب في العمل التطوعي والعمل المدني. ايه هو اللي الشباب يقدروا يعملوه عشان يحلوا مشكلات حقيقية ممكن تواجه المجتمع على أرض الواقع وتبقى من المعضلات؟ يعني احنا في جمعية إنقاذ حياة الطفل كنا متخصصين نوعا ما في الجزء الطبي، تمام؟ قدرنا بفضل الله من خلال، مش هقدر اقول من خلال الدعم المادي بس، لا، دور الشباب كان دور فعال جدا في مساعدة الحالات، ان هم يبقوا زي جايد لاين او يعني هو اللي بيمسك بايد الحالة ويروح بيها المستشفى، هو اللي يدفع، هو اللي يحاسب، هو اللي يعمل. الشباب ممكن يعملوا نقطة انقلاب في حياة اي مجتمع من من وجود ظواهر سلبية كتير جدا لقلبها لظواهر إيجابية. النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى معانا أمثلة كتير من الشباب، طلبة جامعات عندهم وقت لمذاكرتهم وفي نفس الوقت ما بخلوش من وقتهم إن هم يدوا جزء منه للعمل العام، وعندنا أمثلة لبنات قدرت تخلص كلياتها وبيشتغلوا وبرضو في نفس الوقت قدروا يدوا وقت من وقته، جزء من وقتهم للعمل التطوعي، والجزء ده ثابت وعامل حراك في حياتهم. يعني احنا في مجتمع يقول لك العمل التطوعي ايه مردوده؟ هيديني ايه؟ ملوش اي عائد مادي. لا، هو ليه عائد. انا من 15 سنه اعتقد ان انا كنت في سن الشباب، في التوقيت دوت كنت بجتهد وبشتغل على الأرض في مشاكل الناس، الحالات الطبية. النهاردة في مكاني ده، أنا لو وصلت للمكان اللي أنا بكلمكم منه فده من خلال العمل التطوعي. ساعات العائد المادي مش هو الأساس، في عائد معنوي، في خبرات، في شبكة علاقات. النهاردة أنا عندي شبكة علاقات كبيرة جدا وفي كل مكان، ده كان من خلال العمل التطوعي وخدمة المجتمع ومحاولة حل مشاكل المجتمع. أنا في فترة من الفترات نزلت خدت تجربة الانتخابات. ليه؟ عشان أنا عندي سي في أو ملف إنجازات من خلال العمل التطوعي اللي أنا مريت بيه. الشباب هو يعتبر قوة الدفع الكهربية لأي مجتمع، هو الإلكتروموتيف فورس بالجزء العلمي زي ما بيقولوا. الشباب عنده وقت، عنده يقدر يبذل جهد، لو حطيته في أي مكان هتلاقي قدرات خلاقة وإبداعات، وهتلاقي حلول غير تقليدية لمشاكل ممكن نقدر نقول إنها معضلات في مجتمعنا الحالي. يعني إحنا النهاردة في جمعية إنقاذ كنا بنواجه إن مثلا حالات القلب، تركيب الدعامات دي بتتكلف من 40 ل 50 ألف جنيه. النهاردة إحنا بنركب الدعامة بنفس الكواليتي بتاعت ال 40 50 ألف ب 20 ألف. ده جاي منين؟ جاي من شبكة علاقات قام بها متطوعين، تعاقدات في مستشفيات قام بها متطوعين. النهاردة عندنا حالات من ذوي القدرات الخاصة، الطفل اللي كان بيبقى عبء على أسرته ويعتبر حمل كبير، احنا من خلال الجمعية ومن خلال العمل التطوعي للشباب قدرنا نخلي الطفل دوت، صدقوني وصلنا بيه ان هو كمان يبقى متطوع. وعندي أمثلة في القصة دي. أعلى درجات السعادة تأتي من العطاء. دي حقيقة.
دي حقيقة. اللي هيجرب يدي مش هيعرف يقف. يعني بالضبط. انا حاولت كتير بحكم بقى الـ الشغل والابحاث، بحكم الحياة الزوجية، بحكم ان في اطفال، ان الواحد يقف مفيش مستحيل. اقل حاجة النهاردة الدنيا ماشية بالتليفونات، اقل حاجة بتقدر تقدمها بتبقى فعالة جدا. تمام. الله المستعان. النهاردة معانا مثالين، معانا عاصم. نرحب بضيوفنا الكرام. اولا في حلقة اليوم عاصم رضوان، منسق علاقات عامة طلاب من أجل مصر. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. الأستاذ عبير علي، مسؤول حالات جمعية إنقاذ حياة طفل من ذوي القدرات الخاصة. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. نبدأ بعبير. تمام، نبدأ بعبير. عبير ماسكة، بداية تعرفنا كان من خلال شغل، هي هتكمل، ولكن أنا عايزة أقول إن هي حاليا ماسكة الحالات من ذوي القدرات الخاصة من الأطفال، وبتبتدي تديهم جلسات وتعتني بيهم تدخل مبكر. عبير عاملة نقلة في الحتة دي عندنا في الجمعية على مستوى الحالات. مين عبير؟ عبير خريجة تربية خاصة ذوي احتياجات خاصة وإعاقات، عندي 27 سنة. بدأت الشغل من بقى وأنا أولى كلية، كنت بشتغل في معهد علوم بحار. بدأت اتعرفت بحضرتك طبعا، قلت إن أنا عايزة أدي حاجة في تخصصي بعد تخرجي، كان 2016. بس قبل تخصصي، يعني قبل ما اتخرج، قعدت سنتين تقريبا كنت شغاله مع حضرتك من 2014. حالات جات لي في الاول كان تنميه مهارات، ذوي قدرات، ذوي قدرات، لا ذوي الاراده، ذوي الاراده، ذوي الاراده. انا عندي اعتراض على كلمه معاقين. لا طبعا، استحالة على ذوي احتياجات خاصة، وفي كمان اعاقات ذهنية، دي استحالة حد يقولها، لان هم عندهم ارادة في حاجات تانية. ايه التسمية في مجتمعاتنا اللي المفروض تنتشر وتبقى توصف الحالات دي؟ انا هو واحدة نورمال، اقدر ان انا اقول اني انا مش حاسة ان انا يعني انا محتاجة ان انا ابقى ذوي الارادة من بالظبط. التسمية المفروض تبقى ذوي الهمم، ذوي القدرات الخاصة. بحب اقول عليهم كلمه كده ممكن يكون فيها اعتراض ديني، مش عارفه اذا كان صح، قولوا العزم. ممكن استاذ مروان. يعني الفكره في ايه؟ الفكره هو لو ناقصه ممكن حاجه يطلق عليها فعلا كده، يعني فعلا لو ناقصه حاجه بيبقى ربنا عاطيله مليون حاجه تانية، بدليل ان احنا بنلاقيهم ابطال اولمبيات، بنلاقيهم طه حسين كان كفيف وكان عميد الادب العربي وطلع وتعلم في فرنسا. يعني الناس دي كرياتيف جدا او خلاقين جدا. وفي علماء كتير يا دكتور طبعا كان عندهم اوتيزم في الاول، ودلوقتي اوتيزم اللي هو التوحد. بالظبط. علماء كيمياء، علماء فيزياء، علماء احياء. منظوم اينشتاين. بما انك العضو نسائي في البرنامج النهارده، يعني والدكتوره طبعا عضو نسائي، وانا متحيز اساسي من اشهر المتطوعات في تاريخ الاسلام، عرف من بيت النبوة، يعني وهي أم المؤمنين زينب بنت خزيمة، عرفت بحبها لليتامى والمساكين والعطف عليهم، حتى يعني أطلق عليها أم المساكين. يعني ما شاء الله، ربنا يبارك لك. ويعني استحق فيهم قول الله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأثيرة. يعني انت بسم الله ما شاء الله اخترت ان انت تتطوعي في مجال معالجة التوحد، او مش الاوتيزم بس، مش التوحد، مش التوحد بس. تمام. التوحد وفرط النشاط ويعني عدم الانتباه، ذوي القدرات الخاصة في جمعية انقاذ حياة الطفل. دورك مؤثر بالزبط. ازاي؟ اوصفي لي مثلا حالة ابتديتي معاها، كانت فين، ومع وجود جلسات وصلت لفين؟ مع العلم ان موضوع الجلسات دوت مكلف جدا، يعني الاسره اللي عندها طفل من ذوي القدرات الخاصه او ذوي الهمم، الموضوع ده تقيل جدا ماديا. علاج طبيعي، تدخل مبكر، تخاطب، تنميه مهارات، بنود كده. يعني اعتقد ان الطفل ده عشان يتخدم كويس محتاج حوالي 2000 جنيه في الشهر لوحده، على حسب قوه الحاله. اوصفي لي كده حاله ابتديتي معاها وكانت فين ووصلت لفين مع قصة الجلسات. يعني طب يعني اول حالة جوه الجمعية وحالة برا الجمعية. اوكي. وقت تدريبي كان عندنا طفل توحدي عنده 4 سنين اسمه يوسف. انا طفل توحدي اسمه يوسف، كان انا كنت بحبه جدا اصلا. كان بيجي اللي هو في زاوية كده في الأوضة، كورنر كده، بيبقى قاعد فيه ما بيتحركش،
بيبقى بنحاول ان احنا نتعامل معاه. التوحد ده من ضمن الاطفال او من ضمن يعني الحالات بتاعته ان هو ما بيبصلكيش اساسا، ما بيحاولش ان هو يشوف عينك، عالم اخر بالظبط اللي هو بيخترع عالم لوحده. بنحاول ان احنا نبصله. احنا على فكره بنعمل بلياتشو في الجلسه علشان ان هو يبص لنا، عشان هو يقدر يبص لنا. بس احنا ممكن نقعد 6 شهور في ان هو يقدر يبص لنا ويتكلم معانا اصلا. بتنجحي في قصه انك توصلي بيه لمرحله الكلام؟ انا نجحت بيه ان هو بدا يلعب معانا ما شاء الله. يعني الاوتيزم او التوحد ده بيبقى انفصال كامل للطفل عن المجتمع. بالزبط. يعني انت شغلت له تلفزيون، انت اتكلمت معاه، انت حطيته في فرح، انت حطيته في عيد ميلاد، هو مع نفسه وعالم افتراضي مع نفسه ويلف فيه في نفسه. حتى نظراته ما بيبقاش الاي كونتاكت او التواصل عن طريق العين بيبقى العين. صعب. بقى هو مع نفسه نهائي. فكون ان احنا نوصل بيه لانه يلعب دي حاجه كويسه جدا. اقدر اقول له كده اتعالج؟ لا 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 لا، لسه بيبقى يعني طويل. مبدئيا ان احنا بنلعب مع بعض بس لسه ما اتكلمش. ده بعد 6 شهور لسه؟ مش لا لا لا، الموضوع ده مش بعد 6 شهور، كان بعد 3 شهور من التدريب بتاعي. تمام. بعد كده بدا طبعا انا ما اعرفش يعني الاستاذ بتاعي كان اتعامل معاه لان انا سبته، بس انا اللي اعرفه او اللي انا اتعلمته واتدربت عليه وكده ان احنا بنبدا معاه من ان هو يتكلم معانا لحد ما يبدا ان هو يعمل كل حاجه لوحده. تمام. من تويلت، من غسل اسنانه، من غير هدومه، من لبس الكوتشي تنميه مهارات احتياجاته الشخصيه اللي ده بيبقى اكل وشرب والكلام ده كله. تمام. في ناس بتتشفي بنسبه 100% ده لو لحقناها من وقت مبكر، لان هو بيبدا معانا من سن 6 شهور. وفي ناس لا، ما بنقدرش ان احنا نوصل معاها، بس بنحاول ان احنا نقول لهم ايه، دي حاجاتكم الشخصيه اللي هي تنميه المهارات، بس بنبدا ان احنا نقول لهم ايه، عشان لو المسؤول عنهم توفاه الله او حصل حاجه بنبدا ان احنا نشيل نفسه. بالظبط. انت تقدري تشخصي الاوتيزم من سن كام؟ طيب انا عايز بعد من سن 6 شهور عن طريق واقدر اتدخل بجلسات في السن ده عن طريق طبيب. بنقدر، بس بنقدر مع الحركه لان هو ساعات ما بيقدرش يتحرك وما بيديكيش ودنه. تمام. ما بيسمعكيش. طيب هرجع لحضرتك مره اخرى، بس عايز اروح لعاصم. عاصم، يعني انت منسق علاقات عامه طلاب من اجل مصر. تمام. مين عاصم زي ما قال الدكتور؟ عاصم احمد مصطفى رضوان. تمام. طالب الفرقه الرابعه. كليه الاداب، قسم الجغرافيا. بدايتي في العمل العام كانت تقريبا من فتره الثانوي، اولى ثانوي حاجه زي كده. تمام. ده كان بدايتنا، كانت في المكان اللي انا عايش فيه، كانت في بلدنا. تمام. انت منين يا عاصم؟ انا من وادي النطرون. وادي النطرون. تمام. مجتمع ريفي. مجتمع ريفي طبعا. كره صغيره يعني. تمام. بعد كده انضميت للنشاط الطلابي في الفرقه الثالثه. وكملت فيه حتى الان، يعني دخلت في اتحاد وطلاب من اجل مصر ما شاء الله، وبي ار حاليا، وامين اللجنه الرياضيه على مستوى جامعه دمنهور. تمام. بي ار يعني بابليك ريليشن او علاقات عامه. عرب لنا من فضلك. بابليك ريليشن. تمام. معناها علاقات عامه. هعمل سبوت او هركز على حته عاصم الارياف. احنا عندنا الصعيد المنسي، الريف المنسي، شباب الارياف يعني زي ما بيقولوا كده بيبقى على عاتقهم مسؤوليات كبيره غير المدن. في مداخله. تمام. استاذه فاطمه مجدي من اسكندريه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. السلام عليكم مروان. اهلا وسهلا استاذه فاطمه، اخبار حضرتك؟ الحمد لله والله بخير. تمام. انا فاطمه مجدي. فاطمه عامله ايه الاول؟ الحمد لله والله. اخباراتك عامله ايه؟ اخبارك الحمد لله والله بخير. عاملين ايه؟ اخباركم؟ الحمد لله. معلش ما عرفتش اكون معاكم النهارده. معلش. الله المستعان. فاطمه مجدي احدى متطوعات جمعيه انقاذ حياه الطفل. لو عندنا عبير ماسكه الملف بتاع ذوي القدرات الخاصه، فانا عندي فاطمه بتعمل بقى دور مهم جدا. فاطمه لها لقاء اسبوعي مع اطفال الجمعيه واطفال البوابين اللي حوالين الجمعيه في سموحه. احنا بنجمع كل جمعه من 4 وطالع، جمعه وسبت لو في ايام اجازه وايام دراسه بيبقى جمعه بس. اولاد البوابين واولاد الحالات، ونبتدي نحكي معاهم. فاطمه بتقعد تحكي معاهم، بتحاول تعرف مشاكلهم، سلوكيات. تبتدي تقول لهم مثلا، بتعدل تصرفاتهم لو في حاجه مش مظبوطه. عايز الاستاذه فاطمه مجدي تحكي بنفسها. ايه دورها؟ اتفضلي يا استاذ.
تمام، السلام عليكم. انا يعني متطوعه في الجمعيه من سنه 2014 الصراحه. 2014 يعني رايحه علشان مثلا لو عندي وقت معين فاضي او عندي مجهود زي صحه اي حاجه اتبرع باي حاجه يعني ربنا انعم بيها عليا اتبرع بيها في الجمعيه. طبعا كنت الاول بنزل لقوافل الطبيه يعني معارض خيريه، معارض ملابس، الحاجات دي في رمضان برضو كان اطعام او حاجات كده. بس بعد كده يعني لقيت في الجمعيه في نشاط تاني مهم جدا ما يقلش اهميه عن الاطعام وعن المساعدات الطبيه اللي الجمعيه بتقوم بيها، اللي هو العلم. ان هم بيحاولوا ان هم مش العلم مزبوط. اللي هو مثلا بيدرسوا الاطفال المواد اللي هم بياخدوها في المدارس وكده، يعني احنا قصدنا بالعلم اوسع من كده بكثير. يعني احنا مركز في العلم ما شاء دايما الله. على العلم الديني عشان الاخلاق والسلوكيات تتعدل، لان حضرتك شايف دلوقتي الاطفال والشباب الصغير يعني معظمهم يعني الحاجات دي مش بتتغرس فيهم لا من المدرسه ولا من الاسره بشكل كبير. يعني التركيز دايما دلوقتي في العلم، على العلم اللي هو الدراسي الدنيوي، لكن العلم الديني او العلم اللي بيحط فيهم اخلاق او سلوكيات وكده الموضوع يعني بقى فيه تقصير شويه. فاحنا في الجمعيه بنحاول ان احنا نعمل دور كده في الموضوع. يعني حضرتك ازهريه يا استاذه فاطمه؟ انا ازهريه يعني ما شاء الله. يعني بديهم مثلا دروس في التوحيد، بكلمهم عن ربنا، عن اسماء الله الحسنى. بدات معاهم بتكلم معاهم عن اسماء الله الحسنى، سمعت منهم كلام جميل جدا. انا ما توقعتش ان اصلا الاطفال ممكن يطلع منهم الافكار دي. يعني مثلا اكلمهم في الابتلاءات وازاي ربنا بيبتلينا وليه ربنا بيبتلينا وكده، الاقيهم بيتكلموا وبيتكلموا على فطرتهم بكلام بيمسني انا شخصيا. فانا كنت حاسه ان انا رايحه ان انا اعلمهم او ان انا اديهم علم. انا اتعلمت منهم كتير، يعني اتعلمت منهم حاجات كده على الفطره، انا اللي اتعلمت منهم سبحان الله. اكيد الواحد لما بيدي زكاه النعم اللي عنده سواء من علم او طبعا. من صحه او من وقت او من كلمه حلوه او من معامله حلوه، اكيد ربنا بيديله من جنسها. لما ربنا قال عبدي انفق عليك، يعني اي حاجه احنا بنطلع منها مش بتنقص، هي بتزيد، وربنا بيخلف علينا من جنس الحاجه اللي احنا بنديها سواء بقى وقت او مال او جهد. اي عطاء يعني الجزاء من جنس العمل زي ما بيقولوا، فاي عطاء بنطلع منه ربنا بيدينا من جنس العطاء ده. يعني حضرتك كمان بسم الله ما شاء الله بتحضري رساله ماجستير ولاقيه وقت. يعني ربنا بيكرم، يعني اكيد طبعا ربنا سبحانه وتعالى بركه، يعني ربنا بيكرم. وبعدين انا يعني زي ما بيقولوا العمل التطوعي يعني اكتر حاجه بتدي الانسان سعاده في الحياه اصلا العمل التطوعي. يعني في هرم اسمه هرم مسلو للاحتياجات، كان عامله عالم اسمه مسلو. كان الهرم دوت بيقول انه يعني في سبع احتياجات اساسيه للانسان، اللي هي الحاجه للبقاء او للامان والانتماء والحاجات دي في تقدير الذات. من ضمن الحاجات الاكثر الحاجات اللي الانسان بيحتاجها الحاجه للارتقاء الروحي. اكتر حاجه بتعمل ارتقاء روحي وسعاده العمل التطوعي على الاطلاق، العطاء. يعني العمل غير ان هو بيغير كيمياء الجسم وبيقلل هرمون التوتر اللي هو الكورتيزون وبيزود هرمونات السعاده واللي هي زي السيروتونين والنور ادرينالين والحاجات دي. كمان بيعلي جدا من افراز هرمونات مثلا زي هرمون الاندروفين. ويعني في دراسه كده اتعملت سنه 2002 على ما اذكر، يعني على مجموعه من المرضى اللي عندهم امراض مزمنه جدا زي السرطانات والحاجات دي في المستشفيات. فكانوا بيخلوهم علشان يعني الالم اللي جواهم يخف شويه، كانوا بيخلوهم يساعدوا غيرهم في المستشفى من برضو الناس اللي عندهم امراض مزمنه. كانوا بيلاحظوا ان الالام بتاعتهم بيتناسوها وبتخف دوت، لان العمل الخيري بيخلي الانسان مش متمركز طول الوقت حوالين ذاته وحوالين مشاكله وحوالين همومه. هو لما بيشوف بلاوي الناس زي ما بيقول بتكون عليه بلوته، او بيتناسى الهم بتاعه، فبينسى تماما الالم بتاعه او الهرمونات اللي هي مسؤوله عن تخفيف الالم بتفرز في جسمه بشكل كبير جدا. تمام. ده غير ان هو طبعا طلع ان هو علاج فعال جدا لمرض الاكتئاب، لانه اصلا اكثر حاجه يعني اكثر معضله في مرض الاكتئاب اللي هو بيخلي الانسان دايما متمركز حوالين نفسه ومشاكله وهمومه هو بس. لكن لما بيلاقي العمل التطوعي او العمل الخيري بيطلع جواه الطاقات اللي جواه والشحنات اللي جواه دي كلها، وكمان بيخلي الانسان بقى يدوب مع الشخص اللي هو قدامه دوت، وبيخليه كمان ينسى الهموم بتاعته والمشاكل بتاعته بشكل كبير جدا. فهو يعني ضمن في مدرسه من مدارس العلاج النفسي اسمها العلاج بالعمل او بالذات العمل التطوعي، لقوا ان هو بيعمل تاثير كبير جدا جدا
في ان هو بيخفف كتير من الامراض زي الاكتئاب والوسواس القهري، تخفيف الالام عند الناس اللي عندهم امراض مزمنه. فاحنا لما والله يا استاذه فاطمه احنا يعني بصراحه ان المفروض كنت تبقى معانا، بس هنعمل ايه والله يعني بسم الله ما شاء الله حضرتك قاموس، احنا لو قعدنا نتكلم يعني حلقات وحلقات وحلقات، بس يعني والله يعني المفروض انت تكوني معانا. تمام الله يكرمك، تسلم، جزاك الله خير، ربنا يكرمك. بس معلش يا استاذه فاطمه اشكر حضرتك وان شاء الله باذن الله تكوني معانا في حلقه اخرى. عاصم، ايه العمل التطوعي اللي انت قمت بيه؟ حضرتك انا بدايه يعني العمل التطوعي من البدايه، انا في قريتنا كنا مجموعه شباب، كنا في حدود 16 سنه 15 سنه حاجه زي كده. سنك كام دلوقتي انت اصلا؟ انا 21 سنه. ما شاء الله ما شاء الله. كنا لسه يعني في مرحله الثانوي يعني. تمام. بدانا اول حاجه يعتبر قمنا بها، بدانا جت في دماغنا فكره اناره القريه او المنطقه. اناره الطرق. اناره الطرق، وخصوصا القريه او المكان اللي احنا عايشين فيه يعني. تمام. تمام. فبدانا ان احنا نجمع فلوس من الناس وكده يعني، فاهل القريه. تمام. مش من حد بره وكده. فبدانا ان احنا نجيب بقى لمض وحاجات للاعمده وكده، وبدانا ان احنا نجيب ناس ونصرف احنا وندفع فلوس. انتوا اللي قمتوا بده مجهود ذاتي. مجهود ذاتي شباب بس بدون تدخل اي مؤسسه ثانيه او اي حد حتى من اهالينا. احنا مجموعه كده شباب مع الشوارع. مجموعه شباب مع نفسنا، شوارع فقط. تمام تمام. ده يعتبر ده على الصعيد العام يعني. اما على صعيد النشاط الطلابي، احنا السنة اللي فاتت في الكلية قمنا كطلاب من أجل مصر ككيان، قمنا بتنظيم العديد من الدورات اللي بتفيد الطلبة وبتوفر لهم شهادات بياخدوها بره بأسعار شهادات. شهادات. طيب نرجع للأستاذ عبير. اديله فرصته. تمام. الأستاذ محمد عمال بيصرخ ويقول لي أعمل إيه؟ اديله فرصته. اتفضل اتفضل. أعمل إيه؟ أستاذ محمد ياخدوا فرصته. انا يهمني ان عاصم ياخد فرصته لسبب، لان انا شايفه ان الريف محتاج جدا المجهودات بتاعه الشباب. لا بجد الريف صراحه عندنا مشاكل كتير في الارياف بجد يعني. تمام. المفروض الشباب هم بنفسهم يعني نصيحه لاي شاب. غير الاناره ايه يعني؟ اديني كده انجازات قمت بيها على صعيد المجتمع بتاعك. على صعيد المجتمع احنا قمنا بحمله اسمها شارك ونظف في دمنهور، كنا حوالي 600 شاب تقريبا. ما شاء الله. كان غرضنا بس ان احنا نعمل تزيين المدينه او وتنظيفها، وبنقدر نوصل رساله برضو لغيرنا من الشباب ان هم يعملوا كده زينا، وزراعه اشجار وكده. ما شاء الله. فنصيحه لاي حد يعني، العمل التطوعي ده حاجه ممتعه بجد يعني. هو فعلا سعاده. اي نعم هي يعني بتبقى بتاخد مجهود بدني مننا احيانا يعني. احنا احيانا بنروح بيتنا او شقتنا في السكن مقتولين، وبنروح بعد العشاء مثلا. ما هو اللي انت بس ده مقابل ان انا بس اشوف فرحه في عين حد، بس ان هو مبسوط ان انا عملت له حاجه او ان انا وفرت له حاجه معينه، سواء طالب او سواء شخص عادي يعني. دي بالنسبه لي دي كفايه. اغتنم وقتك دلوقتي يعني، الشباب عندهم وقت يغتنموه دلوقتي، لانه بعد ما يبقى عليه مسؤوليات كتير هيبقى الموضوع اصعب كده. كده عبير. تمام. نرجع للاستاذ عبير بسؤال معين. تمام. اتفضل يا استاذ عبير. انت نصيحتك ايه يعني للبنات اللي زي حضرتك؟ ما ييأسوش. بنقع ونقوم ونقع ونقوم، ما نيأس. بس هي دي النظريه. طيب الارتباط، هو استاذ مروان قصده نصيحتك ايه عشان تحفزي الشباب بالظبط او البنات ان هم يشاركوا في العمل التطوعي؟ انا برضو عايزه اقول عبير، انا عايزاكي تقولي ان انت بتشتغلي في جزء من وقتك شغل بيديكي. أيوة. انكم شهري. انا بشتغل في معهد علوم بحار بقالي 5 سنين، في جزء من وقتها طالع ساعات عمل بالظبط يعني. باجي بعد كده بعد الظهر في الجمعيه، بيبقى يعني في الاول كان الموضوع متوقف على ان انا باجي بخلص بس السكاشن بتاعتي او الحالات بتاعتي جلسات. او جلسات بالظبط. بس بعد كده صراحه شدتني جدا الجمعيه بمختلف الخدمات اللي هي بتديها، ايا كان بقى طبي بقيت انساني بقى كل انا بقيت بتواصل كل يوم معاكم يعني تقريبا على بالظبط. ايه اللي لفت نظرك؟ اللي لفت نظري الناس. انا بحب جدا الناس، وبحب جدا اي حد دعوه الناس دي لوحدها. انا مش عارف اعمل ايه. الدكتوره ايمان ما شاء الله بجد يعني. مش قادره. استاذ مروان
دعوه الناس فعلا هي بجد اللي هتمشيك قدام. اكيد طبعا اكيد طبعا. دي نصيحتك للبنات اللي زي حضرتك. لا نصيحتي ليهم ان هم ينزلوا يشتغلوا، يعملوا حاجه لنفسهم، يعتمدوا على نفسهم اكتر. مش شرط في عمل تطوعي بس كان. على فكره ايا كان العمل، في ناس بتبقى نازله علشان ظروفها الماديه او الاقتصاديه مش سامحه، عايزه مثلا تساعد تحسن. اللي في البيت بالظبط، عايزه تحسن، انا عايزه اجيب شورت لنفسي مش عارفه اجيبه لاني مستوى البيت مش مستمح لي بكده، وكل يوم عراك ووجع دماغ وبتاع. طب ما انا انزل اعمل حاجه، وحاجه حلوه مش حاجه وحشه. تمام. ان انا انزل اشتغل بس الشغلانه كويسه، مش شغلانه اللي هو مثلا نازله بعمل حاجه ممكن اهلي ما يرضوش بيها، لا لازم انزل في طاعه الاب والام اهم من اي حاجه. فكره السعي في الارض ايا كان. عاصم اتفضل. عاصم نصيحتك ايه للشباب اللي زيك؟ انا حاجه بس بسيطه حابب اوضحها، احنا كطلبه مش هقول ان احنا بننتمي لاي كيان او حاجه، احنا كطالب بخدم مجتمعي، بخدم البيئه اللي انا فيها، بخدم كليتي، بنلاقي بنواجه انتقادات من بعض الشباب. اتمنى يعني طب انت ليه بتنتقد يعني انت؟ انا كل اللي بعمله تعالى وانزل واشتغل معانا. اشتغل معانا اشتغل، ما حدش بيمنع حد. بالزبط. التطوع مأثر على وقتك بتاع المذاكره؟ والله اطلاقا على الحياه إطلاقاً العمليه بتاعتك. أنا من بعد ما دخلت النشاط الطلابي انا حاسس ان انا بعمل حاجه. انا الاول مش مأثر على المذاكره بتاعتك تقديرك كده يعني؟ يعني بعد اذنك اللي عايز يذاكر هيذاكر. تمام. وفي وقت كتير. انا بالعكس انا الاول الوقت ده كنت يا اما بستغله يا اما نايم يا اما مع اصحابي بره يا اما بنلف، كان بيبقى في اي حاجه تانية. دلوقتي بحسس ان انا بعمل حاجه مفيده لنفسي وللمجتمع وحاجه تسيب لي اثر بعد كده. الرسل والانبياء كان وقتهم في حياتهم كلها لله، فنقدر نقول ان الناس دي كانت حياتها كلها تطوع لله، فبالتالي قيمه التطوع قيمه كبيره وبتغير فعلا وجه الارض. حلمك؟ حلمي ان انا اعمل حاجه في تخصصي. كان حلمي كبير جدا ان انا قبل اصلا ما ادخل المجال بتاعي ان هي تربيه ان انا افتح مركز لذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الاراده او ذوي الهمم، اتعامل معاهم. وطبعا اكيد اكيد مفتوح لكل المجالات او لكل الفئات الاقتصاديه. تمام. والفئات الاقتصاديه العاليه هي اللي تخدم هي اللي تخدم ده، هي اللي تخدم اللي هو الناس اللي هتبقى فور فري مثلا او ان هم مش قادرين ان هم يعملوا كده، وعادي بنمشي ان شاء الله. ربنا يحقق لك امنيتك وتبني المركز ان شاء الله وتفتحيه. مشاهدينا الكرام يبقى تابع لجمعيه القصح ان شاء الله. مشاهدينا الكرام الى هنا ناتي الى ختام هذه الفقره، فاصل ونستقبل ضيوف جدد ان شاء الله باذن الله. حي الشباب وقل سلاما إنكم أمل الغد، والله مد لكم يدا تعلو على أقوى يدي، وطني أزف لك الشباب كأنه الزهر الندي. مشاهدي الكرام في هذه الفقرة أقدم لكم شباب من نوع خاص، طارق الشرقاوي مشرف عام اللجان برابطة أزهري من أجل مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. إسلام الدريني مسؤول علاقات عامة برابطة أزهري من أجل مصر. أهلا وسهلا إسلام. عبد الله سليم مؤسس رابطة أزهري من أجل مصر. أهلا وسهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. هبدأ على طول مع طارق. طارق يعني عايزك تعرف نفسك. أنا طارق محمود الشرقاوي 21 سنة، كلية شرع وقانون، جامعة دمنهور، جامعة الأزهر. جامعة الأزهر فرع دمنهور. جامعة الأزهر فرع دمنهور. مشرف عام لجان رابطة أزهري من أجل مصر. تمام. إمتى دخلت العمل العام؟ هي في البداية أنا أو العمل التطوعي؟ في البداية كان عندي حب للعمل التطوعي من صغري. تمام. لكن القرية اللي أنا نشأت فيها ما كانش فيها الإمكانيات اللي هي توفر لنا وتتيح لنا إن احنا نندرج في العمل العام. منين يا طارق؟ من كفر الشيخ. كفر الشيخ؟ برضه الريف؟ مش كفر الشيخ، من المحافظة. منين؟ مش من المحافظة. من المحافظة منين؟ من أي مركز؟ مركز سيدي سالم. سيدي سالم. تمام. سيدي سالم. بعد ما دخلنا الكلية يعني في بداية السنة الثانية اتيحت الفرصة أمامنا وبالانضمام إلى رابطة أزهري من أجل مصر، وبعد كده شاركنا في أعمال تطوعية داخل الكلية وخارج الكلية. عشان نفهم رابطة أزهري من أجل مصر فكرتها جت إزاي؟ ده يسأل عنها المؤسس، مؤسس جنبي. عبد الله المؤسس. عبد الله تمام.
تمام. فكره رابطه الازهري من اجل مصر، ان احنا كنا طلاب في جامعه الازهر، تمام، احنا بادئين نشوف لسه داخلين الجامعه، بس كان في فتره من فترات في سنه كام؟ طب سنه كام؟ انا دلوقتي سبت جامعه الازهر، دلوقتي بدرس في نظم معلومات في يعني انت تركت جامعه الازهر؟ اه بس لسه بصمتنا في جامعه الازهر ما شاء الله. تمام. المهم كان مجموعه من الشباب بدانا ان احنا ناسس رابطه ازهري من اجل مصر للشغل في النشاط الطلابي او العمل الطلابي، تمام. الفكره بتاعتها كلها ان انا ازاي ابني طالب يقدر ان هو يسند نفسه، يشيل نفسه، تمام، يقدر ان هو يكون قائد بعد كده، يربي لي قيادات الناس دي تشتغل على العمل الطلابي او تشتغل على الطلاب من الخدمه العامه والخدمه المجتمعيه، وازاي ان انا اقدر اوصل صوتي كطالب ازهر، تمام، بالطريقه السليمه. ازاي ان يعني انا يبني نفسه، يبني يعني نفسه، يسند نفسه. بصي حضرتك، انا كعبد الله اقدر ان انا اقعد مع حضرتك واتكلم واتناقش، تمام. في بعض الطلاب ما يقدروش يتناقشوا مع حضرتك. الشباب لما دخلوا معانا في الرابطه او بداوا يشتغلوا معانا في الرابطه، كان في ناس مش قادرين ان هم اساسا يقفوا في المدرج او يكلموا الناس على الحاجات بتاعتنا او شغلنا، تمام. انا كان كمسؤوليتي انا كعبد الله كحد قائد لازم ان انا اخلي الشباب ديت زي ان هو يقدر اعليهم ان هو يقدر ان هو يحط مشروع، يقدر يحط خطه عمل، يقدر ينفذ خطه عمل، كل الكلام ده تطوعي، تمام، ما فيهوش اي حاجه. يعني انت شغال على بناء الانسان؟ شغال على بناء الانسان، اه، او ابني قائد يعني. في حاجه كده احنا كنا شغالين عليها في الرابطه اللي هو موضوع ايه، ابني قائد، تمام. ودوت توالى الشغل دوت لعند دلوقتي ما وصلنا من القاهره لدمنهور لدمياط للمنصوره لبورسعيد لاسوان لكل الفروع بتاعه جامعه الازهر، كليات، كل الكليات بتاعه جامعه الازهر، وطبعا فيها طلبه من الارياف طبعا. أنا في انا عايزه التارجت بتاعي ده، تمام. انا منسق، انا مؤسس رابطه ازهري من اجل مصر، تمام، وكيل برلماني الجامعات. انا من قريه النمرود، مركز فاووس، محافظه الشرقيه، قريه النمرود، اه، قريه النمرود، 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 مركز فاووس، محافظه الشرقيه، الريف، من الريف. اه هنرجع لاسلام بعد اذن حضرتك، هنرجع لاسلام الدريمي. اسلام، يعني عايز حضرتك يعني اكتر عمل تطوعي انت بتحبه؟ هو العمل التطوعي اولا اللي احنا قلنا بيها كتير جدا في شتى المجالات، تمام، ولكن انا احب العمل التطوعي اللي هو يدخل الفرحه على قلب، جميل جدا، الفقير، تمام، تمام. هو اكتر حاجه تدخل الفرحه على قلب الفقير ان انك يعني مثلا هو عنده بنته مش قادر يجهزها، ده اكتر عمل انت حبيته؟ انا ده اكتر حاجه بحبها، تمام. يعني ان انا افرحه بان انا اجهز له بنته مثلا، بالتعاون مع حاجات كتير جدا وجمعيات كتير جدا بتقدم الخير والناس بتدفع. انت كنت منسق، كوردينيتور يعني؟ ايوه، تمام. احنا بننزل وبنعمل حصر الحاله ديت وبعدين نقدم لها الخدمه لو لقيناها تستاهل، وده اكتر حاجه بحبها ان انا افرح الفقير بان انا اجهز له بيته ويتم فرحها. ده في اطار القريه بتاعتك؟ في اطار، لا مش قريتي بس، القرى، القرى غطيت اريا حواليك او مساحات حواليك؟ قرى كتير. انت عملت تارجت كبير يعني في منطقتي حوالي 50 عروسه بس. ما شاء الله ما شاء الله، ده عدد كبير جدا يعني، مش هين. ادخال السرور على قلب مسلم. ايوه بسم الله ما شاء الله، يعني وده اهم حاجه احنا. جزاك الله خيرا. مردوده ايه عليك نفسيا؟ انا بحس براحه نفسيه. العمل التطوعي ده انا مشارك فيه من يعني من وانا في ثالثه اعدادي. ما شاء الله. طبعا لازم يكون ليك دافع، والدافع اللي كان اللي حطيني انا في اول طريق العمل التطوعي والعمل العام ان هو كان جدي الله يرحمه، هو كان الدافع ليا ان انا اشارك في الاعمال ديت، وهو علمني من صغري ان انا اكون خادم الناس. ايوه البيت. التربيه ده بقى اللي احنا برضو عاوز اوصلها للشباب وبالذات قرى الريف، لان احنا العمل التطوعي في قرى الريف يعني احنا بنفتقده جدا من كتير من الشباب. ما فيش فعلا شباب موجودين يشتغلوا معانا في العمل التطوعي. يعني انا في قريتي مثلا، قريه قوامها 15000، قريه ريفيه، لما انا اشتغل انا وواحد معايا او اثنين بس من قوام 15000، فالموضوع صعب جدا. اما ده دور عبد الله. تمام، ما هو دور عبد الله، بس دور عبد الله بيبدا ان انا الناس دي تيجي لي جامعه او تيجي لي مكان انا ابدا اشتغل عليهم فيه. طب ما ننزل لهم. تمام، بدات ان انا انزل لهم وبدات ان انا اتعاون، بس بتبدا ان انت يعني مثلا هو توقف معاكي في حته صغيره، ازاي ان انا اجذب الشاب للعمل التطوعي. بدانا نشتغل على الحته ديت من الشباب، في حته ان الشاب عشان يدخل العمل التطوعي او يشتغل معاكي بدون مقابل ويضيع وقته، لازم ان هو يحس اللي احنا حاسينه مثلا من الفرحه اللي احنا بنقدمها لما نشوف فيه ضحكه او ابتسامه على وجه حد. تمام، تبدا ان انت تشتغل على الحاجه ديت بمرحله تعليميه او بخبره تعليميه. الخبره التعليميه اللي بنشتغل عليها ونشتغلها على ارض الواقع، ان ازاي انت تقدري توصلي للحد دوت ان انت مستفيد. اول حاجه استفادتك ان انت بتاخد ثواب بينك وبين ربنا، قدرت اوصله دي ببقى انا قطعت كام، 25% من المسافه، الجزء الروحاني في القصه، الجزء الروحاني 25% التاني من المسافه بقدر اوصله له، قلت له ان انت هتبني نفسك هتبقى قائد زي ال 25. فانت مثل ال 25% التانيين لما اوصل ل 75% اللي انا اخليه يطلع يتعامل مع الدكتوره ومع الدكتور،
تمام، ويحس ان هو اثر فيهم في المحاضره، اثر فيهم ده فين تمام؟ في المحاضره؟ لا مش في المحاضره، ولا في قاعده زي دي في الحياه العمليه، في قاعده شبه دي العمليه. انا جاي اقنعك بمثلا ان انا عاوزك تتبرعي معايا في حاجه معينه، او تشتغلي معايا تساهمي معايا في حاجه معينه، حاجه خيريه. يعني سيب الحاجه دي، ممكن انا مثلا انا بعمل يعني حمله لنادي، او عندي مركز شباب، انا بعمل ليه المركز الشباب عندي بدون ملعب، بدات ان انا نشتغل على الحمله ان انا اجيب ملعب ليه، قدرت ان انا اقنعك ان انت تساهم في ده كده، انا وصلت ل 75% بقى، ان انا حسيت ان انا عملت حاجه. لما انت تتبرعي بقى يبقى انا كده وصلت ل 100% خلاص، انت تبرعتي معايا وعملت، خدت الدوره اللي انا علمتها له اشتغلها على حضرتك. جميل. اتفضل. عايز ارجع لطارق. طارق انت يعني دورك علاقات عامه في رابطه ازهري من اجل مصر. عايزك مشرف عامل لجان، دورك وضحه للناس. هو احنا في اول حاجه لما مثلا بيبقى عندنا اي فعاليه في الرابطه، اي فعاليه مثلا في الكليه ومشاركاتنا داخل الكليه في الاول، بنعمل مثلا الايفنت او المؤتمر، بنعد للمؤتمر، بنجهزه. الشباب بتاع الكليه بيبقى يجي يحضر، في تواصل بين اداره الكليه، من سواء من عميد الكليه او وكيل الكليه واعضاء هيئه التدريس، مع يعني بغض النظر عن انت كده بتنظم مؤتمرات. عندك كام سنه؟ مؤتمرات 21 سنه بينظم مؤتمرات، بيتعامل مع عمدة، بيتعامل مع اساتذه جامعه، مظبوط كده. ممكن في حاجه كمان، الشباب جايين مؤتمر اللي هو المنتدى الثاني لرابطه ازهري من اجل مصر باستضافه 22 جامعه مصريه. الشباب من دمرور والشباب بتوع الرابطه هينظموه باستضافه 22 جامعه مصريه. تمام. الشعار بتاعه سواعد الوطن. انا ببني الشباب بتاعي، انا وصلت برابطه ازهري من اجل مصر ان انا مش بشتغل على جامعه الازهر بس، لا ده انا عملت 22 جامعه. هنرجع له بس انا عايز يعني ارجع لطارق. انت دورك حلقه الوصل بين هيئه التدريس والطالب من خلال الندوات والايفنتات. يعني تمام كمل. الشباب بيبقى عنده وعي وعنده فكر، بحيث ان هو بيكتسب الخبره من اساتذه الجامعه ومن من عميد الكليه برضه. عدم اختصار وجود الطالب في الجامعه على العمليه التعليميه فقط، بالظبط، نوع من الاحتكاك بيعلي القدرات. ما انا لما بحتك بالاكبر مني واللي خبراته اعلى مني بيعلي، بالزبط، وبيأهل الكادر ايا كان بقى، الانسان ايا كان، من انه يتعامل ويحتك ويكبر في نفس الوقت. بيبقى الغرض من الايفنت طبعا ان الشباب يبقى عندنا كل منهم بيكون عنده بداخله امال وطموحات، بحيث ان هو يوصل لها، يعني ما يكونش مقتصر بس على المرحله التعليميه زي ما انت قلت. اسلام، عشان انا حته الريف وتجهيز 50 عروسه، انا هاخد حته تانيه. هو الظاهر انت هتاخديه معاك في الجمعيه اصلا. شرف ليه. انا بحسب الوقت خلاص. كنت هقول الاستاذ مروان عامل لي التعاضد النهارده بصراحه. الظاهر انت هتاخديه معاك في الجمعيه. شرف ليه والله زمان. الله يحفظك يا اسلام. الله يحفظك. تجهيز 50 عروسه في الريف كانوا فوق السن. طبعا. مش تحت السن. طبعا. يعني انا عايزه اعمل فوكس او اركز على الحته دي. الزواج المبكر. يعني فكره الزواج المبكر، اصل دي مشكله. يعني احنا عندنا كبيرة في الجمعيه، لما بتجيلي حالات دايما بيبقوا اولاد البوابين اللي هم جايين من الارياف، بيبقى دايما البنت مثلا 16 سنه 15 سنه وهيكتبوا. بلاش الحته دي. ليه؟ لما دي حقيقه. ده غلط. ماشي. فانا يوم ما هساهم، تمام، هساهم صح وهغير مفهوم. مظبوط. يعني اعتقد لو انت اشتغلت بالميكانيزم ده او بالطريقه دي، يبقى انت بتغير وبتصلح مفاهيم موجوده في الريف. كلمني عن الحته دي. هو انا مبدئيا يعني ضد الفكره ديت لاسباب عده، منها يعني قله التعليم. معلش، لما البنت تكون متعلمه هتكون متفتحه اكتر وفاهمه الحياه والدنيا اكتر. تمام. انما انت لما تتجوز البنت مثلا وهي في ثالثه اعدادي او في اولى ثانوي 15 و14 سنه، معلش يعني اولا مش هتحافظ على ابنائها، لان هي طفل بيربي طفل. تمام. هو مش هيربي، هم هيلعبوا مع بعض مثلا. طب ثواني، يعني في مقولات بتقول لك ان ممكن الزوجه او البنت تتزوج وتكمل تعليمها، ايه رايك؟ هنتعارض. دي حاجه جميله. انا ماشي تمام، بس دي لما انت هتحصل خناقه. هنتعارض. لا مش هنتعارض، هيحصل خناقه كبيره. خلينا متفقين ان هو لو شاب متعلم مش هيمانع ان البنت تكمل تعليمها. بالظبط، هو ده اللي بقوله. ولكن يعني هو لو شاب مش متعلم مبدئيا وهي طلعت من التعليم واتجوزت، او هي دخلت مثلا في التعليم في ثالثه اعدادي او اولى سنه واتجوزت دلوقتي، لما تتجوز وتخلف طفل تنجب طفل بعد كده انسى التعليم. لا، ولو متعلم وموافق، المسؤوليات اللي عليها. تمام. اولا ادراكها ووعيها ان هي عليها مسؤوليات، دي رقم واحد. على فكره انت كده يعني في ناس في البيت انت هتهجم عليا. انا مش احنا في الاول وفي الاخر دورنا دور توعوي. احنا يعني
يعني اسلام لما النهارده يجهز كذا 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 ويساهم بده كطاقه من الشباب ويبتدي يوجه طاقته دي بطريقه صح ويوعي المجتمع اللي حواليه في مجتمع اوريدي مجتمع الريفي منتشر فيه الحته دي، لا انا هظبط ده بالطريقه الفلانيه. على فكره ده لا يتعارض مع الدين، لان انا المفروض انا المفروض اللي تشيل المسؤوليه لازم تكون مؤهله بالزبط. حتى لو هو متعلم فهو كده بيقوم بدور تنويري اللي هو نفس دورنا دلوقتي. احنا في الاخر احنا بنحاول ننور الناس، بنحاول نصلح اخطاء وموروثات ممكن تكون غلط في مجتمعنا قد ما نجتهد وقد ما نقدر. هو بيقوم في مكانه، يمكن عشان الحلقه دي مهمه عشان كده، عشان الناس دي شغاله في حتت منسيه، فهو بيقوم بدور المفروض المجتمع في الالفيه دي ما يكونش فيه الكلام ده اصلا والسلبيات دي. دكتور على فكره انا عايز ارجع لعبد الله سليم، انا شايف ان عينك فيها حاجه عايز تقولها. لا انا في الموضوع الموضوع الزواج مع حضرتك جدا طبعا. انا هجيب واحده عندها 18 سنه تمام، او عندها 17 سنه يعني لسه في تانية ثانوي، يعني لسه بتجري مع صحابها، ما خدتش اساسا يعني انا كده انا كده بقتلها اللي هو ايه يا استاذ. انا ما قلتش انه ما انا قلت انا بقول ممكن ان هي تكمل تعليمها في المرحله الجامعيه وهي في بيت جوزها. حضرتك الناس اللي فاضيه للتعليم اكسبشن. مش بتكمل التعليم دي يعني عشان استاذ مروان ما يزعلش هقول الجامعيه اكسبشن، ولكن مش هيبقى في تقدير عالي. بصوا يا جماعه خلينا نبقى متفقين، انا في الاول وفي الاخر عايزه بنيه سليمه بالظبط. لو انت مش طالع في بيئه الاب والام كوادر اللي احنا شايفينها دي أيوة. وانا كمان واستاذ مروان، لو احنا مش طالعين في بيئه سليمه قادره تفهم يعني ايه تربيه، والبيئه السليمه يعني اب وام الطرفين فاهمين بالظبط. لو الناس دي ما تربوش صح او بنسبه 90% صح، لان الكمال لله وحده، ما كناش لقينا تمام قاعده زي دي النهارده. فبالتالي انا هحمل البني ادم فوق طاقته، انا ليه اجيب طفله واحملها مسؤوليه وفي الاخر هتجيب طفل وهما الاثنين؟ انا النهارده دكتوره، بنتي هتبقى ايه؟ انا اللي هشرح لها. ممكن اقول حته صغيره ممكن الموضوع دوت ان احنا نختصره في حته، لو انت طالع من الاول صح. ثواني يا محمد، احنا واخدين بعد 7 دقايق. لو انت ايه، لو انت طالع من الاول صح، يعني لو هي تربيتها صح من الابتدائي ان هي حاطين قدامها مستقبل هي تمشي عليه، انا عاوز القائده، انا عاوز الدكتوره، انا عاوز كذا، هي مش هتفكر اصلا في موضوع الجواز ده. لا انا عاوز اثبت، انا معايا بنات في الجامعه، معانا في الرابطه، معانا في الشغل، البنت منهم مش عاوزه تتجوز الا بعد ما يكون معاها مثلا الدكتوراه، بعد ما يكون عامله المشروع الخاص بيها، لما تعمل بيزنس خاص بيها، بعد ما يكون خدت كل طاقتها في الشغل. عقليات عشان نوصل للعقليات كبيرة. عشان هو ما يزعلش، وعشان الناس برضو في الريف ما يزعلوش. أيوة. خلينا نوسطن الدنيا بالظبط تمام، عشان انا عايزه برضو مجتمع سليم، انا عايزه اطفال يلاقوا ام واعيه، لان هي الام الاساس مش الراجل. الراجل بيبقى بره، الست هي اللي بالظبط، هو اللي بيشتغل، الست هي اللي بتربي او شال ايده من المسؤوليه. لا بس فعلا انا يهمني ليه الست، لان البنت هي اللي بتربي. كل اللي بيتغرس في الطفل لو دول ما اتغرس فيهم صح، ما كناش هنلاقيهم في قاعده زي الام. يعني الست مدرسة، الام والاب والزوج والزوجه وكل حاجه، بس يبقى انا ابتدي صح بالظبط. عايز ارجع لطارق، ايه دور ايه يعني ايه راي حضرتك في قصه الزواج المبكر؟ هي انا شايف ان هي من العنف الاجتماعي، ان العنف الاجتماعي العنف الاجتماعي يعني هو او رد عليك يعني معايا مع ده كل الادب معاك الناس كلها رد عليك ما شاء الله. احنا حضرنا معسكر لسه قريب كان بيتكلم عن العنف الاجتماعي، وكانوا بيدربونا عن الحاجات دي. على فكره احنا واخدين ماده 7 دقايق يا ريس، السن المناسب على فكره اكسبريشن خطير وحقيقي ده. أيوة. ده افضل اكسبريشن للزواج او افضل تعبير للعنف، احد صور العنف الاجتماعي. احنا واخدين 7 دقايق زياده. وان السن المناسب للبنت 18 سنه تمام. الله المستعان، الله المستعان. هننهي؟ لا قدامنا قد ايه يا استاذ محمد؟ تمام هنحب الافكار. طيب انا عايز يعني في الدقيقتين دولت اسال الشباب، طموحك ايه وفكرتك ايه في المستقبل؟ اول حاجه احنا عايزين الشباب كلها تعرف ان دورنا في العمل التطوعي، يعني احنا ما بنستناش مقابل بالظبط، بس يعني هيبقى عندنا توعيه للشباب ان هم يشاركوا معنا في العمل التطوعي، برضو ما يستنوش المقابل بالظبط. استنى المقابل من الله والبركه. أي دي حقيقه بالزبط. فعلا بيبقى فيه بركه. اسلام حلمك؟ حلمي هو حلم كبير، يعني ممكن يوديها بدايه، حلم اكون رئيس.
وده هدف طلعوا بره ده هدف معلش وكل واحد فينا لازم يكون له حلم تكليف وليس تشريف تمام حمل وامانه فانا حمل وامانه انا بسعى حمل كبير يا اسلام بسعى وربنا وزي ما الدكتوره قالت لك دعها تاتي لك خليها تسعى لك بالظبط عشان تعان عليها بالظبط عبد الله انا يعني اقصى طموحي في الاحلام تمام اللي انا اطلع شباب يقدروا يسندوا الدوله دي الله ينور عليك هو ده اشتغل هو على عبد الله هو الشغل مع الاطفال دي اهم حاجه انت بتبني كوادر شخصيات اعمار للبشر تمام حضرتك تقدر تنهي خلاص هعمل ايه طيب مشاهدينا الكرام ما استحق ان يولد من عاش لنفسه مشاهدينا الكرام في نهايه الحلقه لا يسعني الا ان اشكر ضيوفي السابقين والضيوف الحاليين الاستاذ طارق الشرقاوي تشرفت ونورت الله يكرمك طب الاستاذ اسلام الدريني شرفت ونورت الاستاذ عبد الله سليم شرفت ونورت شكرا دكتور شرفت ونورت يا دكتور الله يحفظك والله مشاهدي الكرام